تعالوا نقرأ نصا آخر لابن عثيمين في متعلق بهذه المسألة أيضا. من أراد أنه يتابع معي في صفحة 237، ماذا يقول ابن عثيمين؟ قسم ابن عثيمين الصفات إلى قسمين. القسم الأول سنقرأ عبارته نصها يعني لفظها. قال القسم الأول صفات ذاتية وهو قسمان اثنان، الأول معنوية والثاني خبرية. لاحظوا الآن، شوف إحنا أصلا مجرد ما نفكك كلامهم، يعني نفكك إيش يعني نشرحه، أنا ممكن أشرح عباراتهم وأبين لهم إياها بشكل أحسن وأوضح مما يفعلونهم، مش لأنه أنا أذكى منهم، مش هيك المسألة، لكن هم عندهم أسلوب يخلوا في نوع من المغمغة، الغمغمة عفوا، شايف إشي يعني مش مبين تمام شوية يعني، وفي بعض الأحيان يصرحون بعض الأحيان. شوفوا كيف صفات ذاتية، القسم الأول صفات ذاتية وهو قسمان، الأول معنوية والثاني خبرية. طيب الأول معنوية والثاني خبرية، طب بناء على إيش قسمت إنه معنوية وخبرية؟ إلا إذا يعني لا يصح هذا التقسيم إلا إذا كانت الخبرية ليست معنوية، تمام؟ يعني القسمين مختلطين، يعني بتيجي تحكي معنوية وخبرية ثم الخبرية منها معنوية ومنها غير معنوية، ما بزبط، صح ولا لا؟ قسمين معنوية وخبرية، إذا القسم الأول كلها معاني مثل القدرة والعلم والإرادة ونحو ذلك، والثاني خبرية، إذا المفروض إن نفهم إنه الخبرية ليست معنوية. شوف كيف المسألة، وإلا لما صار هناك داعي إنك تجعل الخبرية في مقابل المعنوية، نوع من الخلط يعني بيصير. خلينا نكمل. والقسم الثاني يسميه صفات فعلية. إيش بيقول؟ قال الآن هذا تمهيد، قال بلفظه الآن، قال عموم كلام المؤلف يشمل كل ما وصف الله به نفسه من الصفات، هذا اللي لخصناه قبل قليل. فالمعنوية مثل الحياة والعلم والقدرة والحكمة وما أشبه ذلك، وهذا على سبيل التمثيل للحصر، جميل. والخبرية مثل اليدين والوجه والعينين، واضح كيف يا إخوان؟ اليدين والوجه والعينين هذه خبرية في مقابل المعنوية، خبرية ليست معنوية. بيقول وما أشبه ذلك مما سماه نظيره أبعاد وأجزاء لنا. نظيره إيش نظيره؟ نظير هذا القسم من الصفات الذاتية بالنسبة إلنا إحنا بنسميها أبعاد وأجزاء. شوف كيف المسألة، نظير هذه الصفات الذاتية التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى وهي ليست معنوية، إحنا بالنسبة إلنا ما يناظره فينا هي أجزاء وأبعاد. ما يناظره، بحكي لك ما يناظره، نعم هي في الأخير يساوي يساوي من حيث هذا المعنى، ما يناظره يعني إحنا لنا صفات معاني وصفات صفات معنوية، يعني معاني وصفات ليست إيش معاني، مثل اليد والرأس والعين، العين والرأس واليد والرجل، هذه صفات ليست معنوية، هي صفات إحنا بالنسبة إلنا بنسمي اليد جزء بعض من الجسم، الساق جزء، الرأس جزء، العين جزء، وهكذا، ليست معنوية. العلم معنى، الإرادة معنى، وهكذا القدرة معنى. فلله سبحانه وتعالى هذان النوعان من الصفات، الأولى معنوية والثانية هي بالنسبة لله كما يعني يناظره فينا إيش حسب تعبيراتهم أجزاء، ما هو ما نسميه أجزاء وأبعاد. طبعا هي في الحقيقة أجزاء وأبعاد، هي في الحقيقة أجزاء وأبعاد، لكنها زي ما بيحكي ابن تيمية لا تتجزأ بالفعل ولا تتبعد بالفعل، زعما منه بأنه إيش إنه لا يسمى الشيء جزءا إلا إذا صح وجاز انقسامه بالفعل، بس هيك المسألة مش أكثر، يعني ما فيها العمق الفلسفي الأكبر من هيك، يعني وضحت كيف؟ وأتحدى أي واحد سلفي يجيب لي غير هذا الكلام، أي واحد على ظهر الأرض أو تحت الأرض، إنه يحكي أن لابن تيمية معنى آخر غير اللي أنا حكيته، لن يستطيع أحد أن يأتي بغير هذا الكلام اللي أنا بقوله، لن يستطيع، ابن تيمية نفسه لن يستطيع، لأنه أنا أحكي عين ما يريده ابن تيمية. شوف كيف الكلام؟
ومع ذلك دائما يصرون. سعيد فودي يفتري على ابن تيمية يكذب عشان دائما يظل التشنيع والتشغيب على أذان الناس، اوعوا تسمعوا لفلان، لأنه مجرد ما يسمعوا لفلان مذهبهم سينهار، سينهار عند كثير من الناس. طيب خلينا نسمع. وما أشبه ذلك مما سماه نظيره أبعاد وأجزاء لنا، فالله تعالى لم يزل له يدان ووجه وعينان، لم يحدث له شيء من ذلك بعد أن لم يكن، ما ضلش إلا أنه يحدث، لم يحدث قطعا. من الآن صرنا نعرف أن اليد والوجه والعين هي مش ليست صفات معنوية عندهم، بل هي صفات إيش؟ معاني. وبالتالي لا يصح لأحد مثل الشيخ الددو وغيره ممن نصب نفسه مصلح بين الفرق والجماعات الإسلامية أن يأتي ويقول إن ما يريده ابن تيمية من الوجه والعين واليد هو عين ما يريده الأشعري من الوجه والعين واليد. لا يصح للشيخ الددو إنه يقول هذا الكلام، ولا يهمني إنه كثير من الناس يقولون العلامة العالم البسر إيش، كل كلامه هذا يدل على أنه لا يفهم ولا يعقل ما يقول، كلامه يدل على أنه سطحي جداً ساذج. لا، هو مش ساذج، كلامه ساذج، هو مش ساذج، لأنه هو يريد أمرا سياسيا من وراء هذا الكلام، هو يريد أمر سياسي، لأنه صارت تأويل المذاهب عندهم للسياسة وليس للعلم. وضحت كيف المسألة؟ وإلا فهذه المسألة أبين وأظهر وأقرب بكثير من أن تخفى على واحد مثل الددو إذا كان عنده شيء من العلم. أيها الإخوة الأفاضل، شيء، وهو عنده شيء من العلم، شيء كثير من العلم عنده، لكن هذا الكلام لا يراد به وجه الله سبحانه وتعالى أبدا، والله سبحانه وتعالى أعلم. كما أن الله بيقول لم يزل له يدان ووجه وعينان، لم يحدث له شيء من ذلك بعد أن لم يكن. لاحظوا كيف، ولن ينفك عن الله، ولن ينفك عن شيء منه، يعني تنفصل، هي معنى الانفصال اللي كنا نتكلم عليه. كما أن الله لم يزل حيا ولا يزال حيا، لم يزل عالما ولا يزال عالما، ولم يزل قادرا ولا يزال قادرا، وهكذا، يعني ليس حياته تتجدد ولا قدرته تتجدد ولا سمعه يتجدد، بل هو موصوف بهذا أزلا وأبدا، وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع. ف أنا مثلا عندما أسمع الأذان الآن فهذا كل كلامه، فهذا ليس معناه أنه حدث لي سمع جديد عند سماع الأذان، بل هو منذ خلقه الله فيا، لكن المسموع يتجدد، وهذا لا أثر له في الصفة. تمام؟ طيب، طبعا هو في الحقيقة الذي يتجدد هو ماشي، أصل الصفة ثابتة، لكن الذي يتجدد هو حدوث شيء بنسميه إحنا الإدراك الحادث، يتجدد، هذا يتجدد، لكن احنا مش هنا كلامنا. واصطلح العلماء رحمهم الله، بيقول اصطلح العلماء أن يسموها الصفات الذاتية، قالوا لأنها ملازمة للذات لا تنفك عنها. أي إيش هي الأقسام التي تسمى صفات ذاتية؟ بالضبط. والصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئته. شوف كيف، وهي نوعان الآن، في هناك صفات ذاتية ومقابلها صفات فعلية. هي الصفات المتعلقة بمشيئته، وهي نوعان، صفات لها سبب معلوم، صفات لله لها سبب معلوم. شوف كيف الكلام يا إخوان، صفات لله لها سبب، يعني في هناك صفات لله يتصف بها ولصفاته سبب، لأجل هذا السبب إيش يتصف الله سبحانه وتعالى بها. كلام غريب جدا يا إخوان، كلام غريب، هذا كلام ابن عثيمين أو آل عثيمين، من أبلغ، من أشهر وأفحل علمائهم، بيقول مثل إيش؟ مثل الرضا، فالله عز وجل إذا وجد سبب الرضا رضي. إيش يعني؟ يعني حدث في الله سبحانه وتعالى صفة لله نتيجة هذا السبب. طب وجد سبب الرضا، إيش هو سبب الرضا؟ طاعات المخلوقات.
إذا بعض أفعال المخلوقات مثل الطاعة ستكون سببا لحدوث صفة لله سبحانه وتعالى اسمها الرضا، سبب. وبعض صفات المخلوقات التي هي مثلا الكفر ستكون سببا لحدوث ضد هذه الصفة الغضب أو السخط مثلا، وهكذا. بيقول وصفات، هذا النوع الأول، وصفات ليس لها سبب معلوم. ليس لها سبب معلوم يعني إيش معنى ليس لها سبب؟ ليس لها سبب بالمرة؟ لا، ما هو بيحكي، هو بيحكي هذا الكلام، ليس لها سبب معلوم. ديروا بالكم، إذن لها سبب لكن غير معلوم بالنسبة لنا. مثل إيش؟ مثل النزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، لها سبب. ومن الصفات ما هو صفة ذاتية وفعلية باعتبارين، فالكلام صفة فعلية باعتبار آحاده، لكن باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، لكنه يتكلم بما شاء متى شاء، كما سيأتي في بحث الكلام إن شاء الله. بيقول اصطلح العلماء رحمه، سنتكلم على صفة الكلام لاحقا إن شاء الله. يقول اصطلح العلماء رحمهم الله أن يسموا هذه الصفات الصفات الفعلية، لأنها من فعله سبحانه. طيب، وبعدين من فعله يعني الله سبحانه وتعالى يفعل هذه الصفات بنفسه، يعني هذه الصفات تكون نتيجة لفعل الله، فالله سبحانه وتعالى يوجد يفعل في نفسه بعض الصفات نتيجة أسباب معينة. واضح كيف الكلام؟ هكذا يتصورون الله سبحانه وتعالى. نقول ولها أدلة كثيرة، ذكر بعض الأدلة، وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، إلى آخره. وليس في إثباتها لله سبحانه وتعالى نقص بوجه من الوجوه، بل هذا من كماله أن يكون فاعلا لما يريد. النقطة هنا فاعلا لما يريد أين؟ في ذاته. هذه النقطة التي ينبغي علينا أنه ننتبه إليها انتباه كبير جدا، ونحرص على فهمها فهما مهما. شكرا. حتى نبين كلام ابن العثيمين بيانا واضحا، أنا أتيت بنص آخر لنفس شرحه على الواسطية من طبعة أخرى، بيقول في المحاضرات السنية في شرح العقيدة الواسطية. طبعا النص الأول كان موجود في موقعه في الإنترنت، مفرغ كلامه حرفيا من بعض طلابه على الإنترنت من موقع رسمي، وهذا الكلام الذي أنقله الآن موجود في الكتاب المطبوع تحت اسم المحاضرات السنية في شرح العقيدة الواسطية. يكرر نفس الكلام بس يعني يزيد، بيقول إنه الصفات الذاتية تسمى صفات لازمة لأنها لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. بيقول الله سبحانه وتعالى متصف، يقول المبحث الرابع عموم كلام المؤلف يشمل كل ما وصف الله به نفسه من الصفات اللازمة. لاحظوا الآن إيش بيقول، اللازمة والطارئة. شوف الآن كيف النص هذا، اللازمة التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى سواء كانت معنوية أو إيش غير معنوية، يعني ما تناظر الجوارح والأبعاد بلفظه، يعني جوارح وأبعاد هي بالحقيقة لكنها لا تنفصل عن الله سبحانه وتعالى. بيقول ما وصف الله به نفسه من الصفات اللازمة، عرفنا إيش اللازمة، والطارئة حادثة، يعني الطارئة. شوف كيف الاسم اللي بسميه الطارئة، يعني يوجد لله صفات طارئة طارئة. والصفات المعنوية والصفات الخبرية. بيقول الصفات اللازمة، صرنا نعرف إيش معنى الصفات اللازمة، ناش نقرأ جميع نصه. الصفات الطارئة، الصفات الطارئة هي الصفات التي لها أسباب مقرونة مثل الرضا، هذه أسباب صفات طارئة يعني حادثة، ما نسميه بالحادثة. إحنا بنقول هؤلاء يصفون الله سبحانه وتعالى بصفات حادثة، هذا الرجل يسميها بأنها صفات طارئة. إذن نحن لا نفتري عليهم عندما نقول إنهم يقولون إن بعض صفات الله سبحانه وتعالى حادثة، لم تكن ثم كانت، لم تكن ثم إيش كانت. الآن هذا المعنى الذي يثبته هؤلاء سواء ابن تيمية أو أتباعه، هل هو متوافق مع كلام الإمام الطحاوي؟ هل هو متوافق مع النص الذي نحن نشرحه
للإمام الطحاوي ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، مستحيل. في هناك خلاف أصلي بين عقيدة الطحاوي وبين عقيدة هؤلاء، ولذلك دائما هؤلاء عند هذه المواضع للإمام الطحاوي يعني بيحتاروا، يحتارون انه ايش يعملوا. الامام الطحاوي يقول شيء ونحن نقول شيء اخر فيحتارون، وفي نفس الوقت بدهم مش يزعلوا الناس يقولوا الطحاوي اخطا وابتدع، بيجيبوها شوي شوي هيك، واحد بصرح الثاني بسكت، بلملم كلامهم بيطلع مذهبهم كامل. هيك بالضبط للاسف، للاسف ليسوا صريحين، ليسوا واضحين. لانه لما طلع شرح ابن ابي العز الحنفي في الثمانينيات او بدايات التسعينيات، قبل ذلك في الحقيقه، اول مره ما كان الناس لسه متصورين ما هو مذهب ابن تيميه. فكثير من الناس للاسف في السند وفي الهند وفي الاردن وفي مصر وفي كذا، تلقوا كتاب ابن ابي العز الحنفي على انه شارح لعقيده الطحاوي، شارح لعقيده الطحاوي، والمفروض انه يكون من اهل السنه، لكنه في الحقيقه هو نوع من الترويج لمذهبهم